بعدين يا ده باتمان هنعمل ايه دلوقتي في المصيبه دي؟ انا بعد تفكير طويل رايي اننا نفلسع. نفلسع ايه يا ابني؟ انا رايح بكره زياره للعجماوي. كابتن عجماوي مش مهم، المهم دلوقتي هقول له ايه. انا رايي تسمع كلام زميلك وتفلسع 5 دقايق وهتلاقي مديريه الامن كلها هنا. يلا بينا يا صاحبي. يلا صاحبي. مش عارف يا خالي انت ليه ما خليتش البوليس يقبض على العيال دول؟ عايزنا اتفضح وسين وجيم احمر وجميل قام بالواجب. بص يا نوره، تعالى تنزلي معانا مصر. يا لهوي مصر؟ بس انا عمري ما نزلت مصر. اديك هتنزليها يا نوره. بس ليه؟ ها هتخطفوني؟ نخطفك ده ايه؟ هو مشوار صغير كده قيمه نص ساعه وليك الحلاوه. اخص عليك يا باشا. لا صحيح اخص، يعني انا يعني لو هنزل معاكم مصر هنزل عشان خاطر الحلاوه؟ امال هتنزلي معانا ليه؟ هنزل معاكم محب او كتاب الله، هنزل رد جميل. مش كفايه خلصتوني من العيال المقاطع اللي كانوا خاطفيني؟ هي بتعيط كده ليه؟ مجنونه هي مجنونه. بس انا هحكي لك كل حاجه في السكه. بس خالي عايزين واحنا في الطريق نعدي نجيب لبس عشان مش هينفع تروح باللي انت لابسه ده. بتقول حاجة؟ نام يا نور.